أيها الأخ الكريم، هل أنت من الذين آمنوا؟ إذن استمع وأرخي لها سمعك، اتقوا الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ثم بعدها انظر ماذا قدمت لغد. أي غد يا عبد الله؟ الغد قريب، ربما تكون هذه الليلة هي الأخيرة، وربما لن ترى الفجر، وربما لن ترى الشمس تشرق عليك بعد هذه الليلة، ما يدرك، ربما لن ترجع إلى أهلك بعد هذه اللحظات، بل ربما لن تسمع حديثي إلى النهاية، وما يدرك، هي أقرب من لمح البصر. بل يا عبد الله الأمر يأتي بغته وفجأة. أيها الأخ الكريم، اجعل نفسك أمام الله جل وعلا، وكأن الله يحاسبك، وكأن ميزان الأعمال وضع، وكأن الكتاب قد وضع أمامك. مما يمنع الناس عن رؤية هذه الحقيقة أمور. أولها يا عبد الله الدنيا، وانظر إلى تكالب الناس على الدنيا، وما هي الدنيا؟ تتزين لك في صورة امرأة وبيع وشراء ومجالس لشرب الشاي والقهوة إلى منتصف الليل، ثم لا صلاة فجر ولا قيام ليل. هذه هي الدنيا يا عبد الله. الدنيا أسهم وربا وأموال وتجارات. أرأيت كيف صدتنا هذه الدنيا؟ الواحد منا من الصباح إلى المساء. حاسب نفسك كيف تقضي وقتك، كم للدنيا وكم لله جل وعلا. عبد الله سأل نفسك، ما الذي غرك مما يلهينا يا عبد الله هذه الدنيا ملذاتها، مما يلهينا نسيان الموت والمصير؟ هل تفكرت يوما في مصيرك يا عبد الله؟ أسألك بالله، اذهب إلى المقبرة يوما، لست على موعد، ولا تقصد فقط اتباع الجنازة، اذهب لوحدك واجلس عند القبور وسل أهلها، سلهم هل يجيبوك؟ أين جمال وجوههم؟ ما الذي صنعت به الديدان؟ أين قوة أجسادهم؟ ما الذي فعلت بهم الأرض؟ يا عبد الله سلهم، أين الملوك؟ أين العظماء؟ أين أهل القصور؟ أين أهل الأموال؟ أين أهل النساء؟ ماذا فعلوا في القبور؟ عبد الله سلهم واجلس عندهم، هل يجيبك أحد؟ لا تقول آخر مرة أفعل هذه المعصية، ما يدريك، لعلها اللحظة الأخيرة، لعل ملك الموت ينتظر الآن، أول ما تقرب عند هذه المعصية يهجم عليك، لعلك تقوم لصلاة الفجر تسمع الأذان ثم ترجع وتنام، لكنها النوم الأخيرة. كيف تلقى الله جل وعلا؟ تركت الصلاة؟ نمت عن صلاة الفجر يا عبد الله؟ لعلك تقول هي آخر مرة سوف أكلمها وأجلس معها وأختلي معها ثم أتوب إلى الله جل وعلا. يختلي فإذا به يخالف الدنيا، يا ويله، خرج إلى حفرة ولا زال يترك بعض المعاصي والذنوب، يقول يا رب لحظة، يا رب ليلة واحدة فقط. تظنه لو رجع يقبل أولاده، أو يعاشر زوجته، أو يسكن قصره، أو ينفق أمواله؟ لا، ورب العزة يريد أن يرجع لأجل شيء واحد، والله يريد أن يرجع فلا يرفع رأسه عن سجود ولا يقطع لسانه عن ذكر الله، يريد أن يرجع فيبكي الدم وليس في الدموع، توبة من تلك المعاصي والذنوب. ولكن كذاب، كذاب. كان في الدنيا كثير ما يقول يا رب خلاص، بعد سماع هذه الكلمات قال وعزتك وجلالك سوف أحافظ على الفجر وأقوم الليل وأعتزل الفجور والمنكرات، فإذا بها بعد يوم يومين يرجع كما كان. كلمة هو قائلها أصيب بمرض فقال يا رب لئن شفيتني من هذا المرض والله سوف أتوب وسوف أرجع وأنيب، وبعد أيام لما شفاه الله رجع كما كان. كلمة هو قائلها. لا تقل المرة الأخيرة، ولا تقل إن شاء الله هذه آخر مرة. انتبه يا عبد الله، عبد الله ثباتك ودينك إلى أن تموت يا عبد الله، ليست القضية يوم ولا يومين، اليوم أصلي غدا لا أصلي، اليوم أنا صالح بكرة مع الفجر الفسقة، لا، إلى أن تموت وسوف تبتلى. أنت على ماذا تصبر يا عبد الله؟ الواحد منا يقاوم نفسه ويجاهد نفسه لصلاة الفجر، نسأل الله العافية. الصديق الآن والتقي الذي يصلي الفجر في جماعة، وكانوا لا يعدون الذي يصلي الفجر في جماعة شيئا، كانوا يلومون الذي لا يقوم الليل، أما الفجر فمعتاد عنهم الصلاة، وكان الذي لا يصلي فقط المنافقون. الآن يقاوم نفسه على صلاة العصر، يجاهد نفسه لترك تلك الفتاة، أو لهجر هذا المسلسل، أو لترك تلك المباريات وهذه الأفلام والمسلسلات، يقاوم نفسه لحضور مجلس علم أو مجلس ذكر. انظر الفرق بيننا وبينهم، لما هذه الغفلة؟ تعرف لما؟ إنها النظرة،
إنها الكلمة، إنه المجلس الذي نستمع فيه إلى الغيبة والحرام والنميمة، إنه يا عبد الله الذنب على الذنب على ذلك القلب، حتى صار النكتة بعد الأخرى وبعد الأخرى، حتى صار القلب إلا من رحم الله أسودا، وصار القلب لا يفتح، وصار بينه وبين ذكر الله حجاب، وصار كأن في أذنيه وقرا ما يتدبر، حتى أن بعض الناس يشتكي لي يقول والله في السجود أفكر في المعصية، في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي أفكر في المعاصي. أي غفلة وأي ملهيات يا عبد الله أصابتنا إلى أو وصلتنا إلى هذه الحالة. أخي الكريم، جلسة محاسب، حاسب نفسك قبل أن يحاسبها الله جل وعلا، وزن هذه النفس، ضع كفة حسنات وكفة سيئات وانظر أيهما ترجح، كفة الحسنات أم كفة السيئات، وإياك إياك أن تلتفت يمنة ويسرة وتقول أنا الحمد لله أفضل من غيري. أخي الكريم، هذه وقفة في طريق العمر، ولعلنا نلتقي وإياك عند الله جل وعلا، وما يدرك لعلنا نكون تحت عرشه جل وعلا يوم القيامة، ولعل الله عز وجل يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، فتأتيني فتقول لي يا فلان تذكر تلك الجلسة، تذكر ذلك المجلس، لقد تغيرت حياتي بعدها، ما ندري، لعلي أقبض بيديك وتقبض بيدي ونحن ندخل جنة الرحمن، ما ندري، لعلنا نكون من أول زمرة تدخل الجنة، ما ندري يا عبد الله، لعلك تأتيني يوم القيامة فتقول لي تذكر ذلك المجلس، جزاك الله عني كل خير، فمنه بدأت أن أترك المعاصي، بدأت أقيم الليل، بدأت أصوم بعض الأيام، بدأت أعتكف على كتاب الله، به هجرت تلك المجالس، لعلنا نلتقي عند الله جل وعلا، فذلك هو الفوز الحقيقي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.